خسرت وزنها فخسرت نجوميتها، وجعلها المخرجين مادة للتنمر، وندمت على مشاركتها في تضليل الجمهور. شاهدوا معنا الفنانة الكوميدية الجميلة نور السباعي، ولماذا خسرت وزنها وكيف عانت من هذا الأمر بعد ذلك. تابعونا. ولدت نور السباعي بالقاهرة عام 1977، وعلى الرغم من شهرتها إلا أن حياتها الشخصية غير معروفة، وذلك على عكس حياتها الفنية، فهي قد بدأت التمثيل في مسلسل يوميات ونيس الجزء الثالث مع الفنان محمد صبحي عام 1996، وكانت بداية شهرتها هو دورها في فيلم بحبك وانا كمان مع الفنان مصطفى قمر والفنانة سمية الخشاب. وبالرغم من أن دورها كان مقتصرا على مشهد واحد فقط، إلا أنه كان سببا في اشتهارها بلقب شاكيرا مصر. وكان أغلب مشاركتها في الأفلام تأتي في إطار السخرية من وزنها، فقد حصرها المخرجون في دور الفتاة السمينة الكوميدية التي تتعرض للتنمر من الآخرين. كذلك شاركت نورا في عدد من المسرحيات، أشهرها مسرحية دوريمي فاسوليا عام 2001 برفقة الفنان الراحل سمير غانم والفنان الراحل طلعت زكريا. وكان دورها في فيلم أمير البحار مع النجم محمد هنيدي سبباً في خسارتها لوزنها، وذلك لأنها أثناء تصوير الفيلم تعرضت لحادث على سطح المركب كاد أن يودي بحياتها، وذلك بسبب وزنها الزائد، إلا أنه تم إنقاذها بأعجوبة وأصيبت بتمزق في الأربطة. وصرحت نورا أن هذا الحادث لم يكن الدافع الوحيد، فهي كانت تعاني أيضا من ارتجاع في عضلة القلب ومشاكل في الركبة بسبب السمنة المفرطة، فقد كان وزنها قبل إجراء عملية التكميم 221 كيلوغرام، وأصبح بعد العملية 83 كيلوغرام. وعانت نورا كثيرا أثناء وبعد إجراء العملية، ففي أثناء العملية اكتشفت أن لديها عيبا خلقيا في المعدة، وبالتالي حلم نزول الوزن لن يكون سهلاً. كذلك كانت هناك خطورة على حياتها في حال تخديرها. أما بعد نجاح العملية فعانت من انتشار خبر وفاتها بسبب فشل الجراحة، وقد كذبت وقتها هذا الخبر. كذلك كانت نورا قد أنفقت كل ما جمعته من مال لإجراء هذه العملية، هذا بالإضافة طبعا لفقدانها لنجوميتها واختفائها عن الساحة الفنية، وذلك بسبب خسارتها لوزنها الذي ميز أدوارها وكان بوابة دخولها لعالم الفن. وصرحت نورا أيضا في أحد اللقاءات أن سبب غيابها هو رعايتها لأطفالها ومنزلها، ليكون بذلك آخر أعمالها الفنية هو مشاركتها في مسلسل كرتوني عيلة صالح بطولة الفنان مدحت صالح. وفي آخر ظهور إعلامي لها أعربت عن ندمها الشديد حول اشتراكها في الترويج لأحد منتجات التخسيس، وصرحت أن كل هذه المنتجات والدعاية هي نصب، وأن خسارة الوزن لا تأتي إلا بالإرادة أولاً، وأنها لم تتناول أياً من هذه المنتجات، فبعد العملية كانت تلتزم بحمية غذائية صحية وتمارس الرياضة فقط. كذلك صرحت برغبتها واستعدادها في العودة للفن من جديد في أدوار جيدة.